كنت وعدت ان انا هتكلم عن جهاز مناعي وخطوط دفاعه وازاي بيقوم بدوره لما واجهت اي فيروس. مبدئيا انت عندك 3 خطوط دفاع للجهاز المناعي. خط اول هو الجلد اللي بيمنع دخول اي كائن حي او اي فيروس او اي بكتيريا للدخول لجوه منظومتك او دخول جوه جسمك. مبدئيا لازم تعرف على الفيروس. الفيروس هو دايره كده فيها سائل ونواه. كائن حي عايز بيدور على مكان يسكن فيه يخش جسم الانسان اللي هو المكان الامثل للعيشه بالنسبه له او جسم حيوان او جسم ويبدا يتكاثر ويستعمر المكان ويعيش فيه بقى بيته. وبيتكاثر بسرعه خياليه كل 20 دقيقه بتضاعف اعداد الفيروس جوه جسم حضرتك. مبدئيا انت عندك خط دفاع اول اللي هو الجلد. الجلد بيمنع دخول الفيروس. طب الفتحات بق مناخير عين حتى الفتحات دي ربنا سبحانه وتعالى حافظها وحاميها. لعاب مخاط دموع دي فيها انزيمز حتى لو دخل الفيروس يتقتل فيها. في الفيروس الجديد كورونا واضح انه بيتخطى خط الدفاع الاول. يبدا الجسم يقوم بخط الدفاع الثاني. خط الدفاع الثاني ده لو قعدت اتكلم فيه من هنا لبكره مش هيكفي. خط تقيل قوي. 21 سلاح غير بعض بيحاربوا. والله. مدفعيه بقى ومشاه وطيران وجو بص حاجه كده ومخابرات. ده في خلايا بتروح تتعرف على حجم الفيروس الاول وتشوف اخباره ايه وتشوف مدى قوته وتبعت لخلايا تانية تصنع محاربين على قد الفيروس ده وتروح تقتل. وفي خلايا تانية كبيرة بتلتهم الفيروس وتخش جواه وتقتل. وفي خلايا تانية تروح تخرم الجدار بتاع الفيروس عشان السائل يخرج فيموت. خط دفاع عنيف. وان شاء الله الرحمن يا رب ان شاء الله الرحمن يا رب اطمنوا تماما. والله جهادنا معايا ربنا حافظنا وحمينا جدا جدا فوق مما حضرتك تتخيل. ابتلاء وعلينا فيه الصبر والرضا وربنا عمل الجهاز ده حمايتنا. المهم احنا هناخد بالاسباب ونحافظ عليه. خط الدفاع الثالث خط ميموري. بيسكان الفيروس اللي هو حاربه ونجح وقتله وبيعمل له انتي فيروس جوه جسمك خلاص اللي هو انت بقيت مطعم ضد الفيروس ده. لو قرر فكر يخش الفيروس ده تاني بنفس التركيبه دي احنا عندنا الخطه الهجوميه بتاعته. ده بيخش كده بيموت في الوقت ده. فجهزنا المناعي ان شاء الله الرحمن ربنا حافظنا وحمينا بيه يا رب اللهم امين. وبستر وقدر ان شاء الله الرحمن يعدي على خير باذن الله عز وجل. فاطمنوا تماما حافظوا على جهازكم المناعي بس قدر المستطاع. حافظ عليه ازاي؟ اتغذى كويس. قلت في الفيديو اللي فات حاجات كتير. الانتي اوكسيدنتس، الفيتامينات، المينرالز بتاعته اللي هو الحديد. اتكلمت في التغذيه في الاسبوع في الفيديو اللي فات ان احنا ازاي نحافظ عليه تغذيه. ده واحد. اتنين دوره دمويه مظبوطه. اتمشى نص ساعه في اليوم عشان جسمك يبقى مستعد جدا لاي فيروس. محتاج تبقى هادي. نام كويس. حافظ على نفسيتك قوي قوي. طب الظروف الراهنه ونفسيتي ومش عارف ايه. صدقني انت عليك اخذ بالاسباب. اللي احنا فيه قدر ومفيش حاجه انت حضرتك تعمله يعني. وربنا ورانا رساله عظيمه على وجه الارض. هناخد بيها. هنعمل علينا. هنتفائل يا رب يا رب تفائل يا رب نتفائل يا رب ان شاء الله ربنا ودينا القدره على التفاؤل ده. خدوا بالاسباب حافظوا على نفسكم وان شاء الله ربنا تعدي الظروف دي على خير. ما تقلقوش. ستي بوزيتيف.